مساء الخير يا جميل، مساء الخير يا حلو، مساء الخير. مساء الخير عم ابراهيم، مساك الله بالخير عم ابراهيم. اوف 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 ذا زعلان عم ابراهيم. ايش دعوه يابا، بعنا في السوق، بعنا في السوق عم ابراهيم، عم ابراهيم. اوف 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 ذا زعل شايد، ذا زعل شايد، زعلان يا بعد حي زعلان. ايش دعوه يا ابو ابراهيم، ايش دعوه، الله لا يجيب الزعل ابو ابراهيم. ابراهيم يا جميل يا لطيف يا انيق يا حلو. سلامات فيك يا ابو، سلامات 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 فيك ابراهيم. ماخذ سيارتي يا النذل من الصبح على اساس انك بتجيني وبنفطر، والحين ساعة كام الحين؟ ساعة كام؟ قلت لك أربع وشوي. قلت لك أنا نزلني البيت يا أبو إبراهيم وراح، قلت لي لا نزلني أنت المزرعة وخلي السيارة عندك أمرني تالي. زين مخ خير إن شاء الله، وليش ما جيت؟ خذتني نومة يا أبو إبراهيم، خذتني نومة يا أبو إبراهيم. خذتك نومة؟ إيه خذتني. وأنا مخلي متوتر، لا واتصل عليك وما ترد بعد. نايم يا أبو إبراهيم. لا 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 إبراهيم. وسع صدرك يا ابو ابراهيم، تعوذ من قول لا غدا. مالي وسع صدرك يا ابو ابراهيم، وسع صدرك. شو اسوي بس وتسعت صدر ذي؟ نطلع انا وياك اطلق مطعم، اعوضك عن الفطور وعن الغدا مره. ما ابي غداك ولا ابي فطورك. أفا جزنه افا، صدت نفسي من شفتك. وسع صدرك على وجهك، انت ما تستعلى وجهك. ترى مو هذه اول مره اسويها. مو اول مره. انا قايل لك يا ابو ابراهيم نزلني البيت وخذ سيارتك، قلت لي نزلني المزرعه وخل سيارتي عندك. زعلت خليني يا شو اسوي، خذتني واتصل عليك واتصلك ما ترد. خذتني نومه يا ابو ابراهيم. ما علي، مالك مالك الا اللي طيب خاطرك. لا طيب خاطري ما بي شاي، راح راح افا. قام، ما تبي فطور؟ لا ما ابي فطور ولا غدا ولا غدا ولا شاي. قام بس، قام قام قام. من الصبح من الصبح اقول شي بيجي خمس دقايق بيجي. لا والله بيرد شوي. تالي المفتاح وينه؟ وين المفتاح وينه؟ ان شاء الله سام. جيب المفتاح، جيبه 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 جيبه. سام 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 ابراهيم وسوسه، والله ما لك الا اللي طيب خاطرك. الحين نطلع انا وياك اقرب فوال، صحن فول وعليه زيت زيتون وذاك الخبز المرتب، واعوضك عن الفطور والغدا مره واحده. حد يتغدى فول؟ استخفيت انت، استخفيت. ها استخفيت. وسع صدرك يا ابو ابراهيم، ايش فيك؟ انا غداك ما ابي، تبي تجيب لي فول؟ خلاص وسع صدري، ما تبي فول عدس زين. لا لا خلاص. ايش اللي تامر عليه يا ابو ابراهيم؟ ما ابي شيء منك، ما ابيك شيء. قلنا زين تبي خليت ياكل انت مريض. اي خليت شاي. نطلع. والله العظيم خليت شاي. نطلع نفسي صدت. بسم الله عليك، بسم الله عليك. قاعد من الصبح قاعد استناك، استناك يا نذل. يلا على اساس تجي لو ما خسيرتي. وش صادرك؟ لا 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 ابو ابراهيم، لا 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 تعوذ من الشيطان. ابراهيم انتبه، انتبه يا ابو ابراهيم، انتبه. لا 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 خليني انتبه، انتبه انتبه ابو ابراهيم، انتبه. لا يضحك عليك الشيطان وتتهور. يعني ما يضحك عليك الشيطان؟ ها. لا 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 عمي ابراهيم، خلاص 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 ابو ابراهيم. وسع صدرك، وسع صدرك. ابراهيم يقول لك ما اكل شاي، الشاعر جايب فول وعدس الصبح مفطرين ومن قبل شو ما اكل ست بيضات. تعب لا توهقن ويا ابو ابراهيم. ها حماده، ها يهمك تعرف من اللي وراني. ما ابي اكل، ما لا ابي اكل، ما ابي. ليش انا والله العظيم بالقوه اللي اكل. ليش صدت نفسي؟ ما خلت ياكل. عندك يا عم ابو ابراهيم بس اذا ممكن. ايش فيك؟ فيك بعد انت خلصنا من ابراهيم وجيت. لا تخاف ما ابي سالف، لا تخاف. ست بيضات شنو ذا؟ الله يكرمك شنو ذا؟
والله العظيم والله الشعر جاي وجايب فول وعدس الصباح والله موجود انا والحين كلست بيضات بيضات شوفه بس انت بتقول ان انت كلست ايم هلا اجل تقول ما فطرت ولا تغديت لا ما فطرت ولا غديت اجل من اللي مقشر البيض وماكله ما في احد المزرعه ما في الا انت حماده من اللي حماده الوركيو يهمك تعرف من اللي وراني تقول ما فطرت ولا تغديت من اللي قالك حماده صح صراحه الصراحه يا عمي ابو ابراهيم تقول ما فطرت ولا تغديت من اللي قالك حماده صح صراحه الصراحه يا عمي ابو ابراهيم تقول ما فطرت ولا تغديت من اللي قالك حماده صح صراحه الصراحه يا عمي ابو ابراهيم تقول ما فطرت ولا تغديت يوم يزعق لك قولك صح يوم يزعق صح 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 قال لي شو قال انكم فطرين الصباح فول وعدس والبيض ذا مالك من تركه ها قل انا رحت شفت نفسي لا تقول ارجع الا طيب ايش دروه روح شو المطبخ قريب من دكانهم قلت هنزعق لهم ساقه يا تعال كبل ايش يا ابو ابراهيم ايه عادل ايش تلقى؟ ما تلقى قوم زمان ما اشتغل انا ليه؟ هم لقى اللاتو عليك العافية عليك العافية من يانا بعد والله ابا حف سنوات ما تبيني اتعلم منك انت السبب لا عمي ابراهيم لا تعوذ من ابليس عمي ابراهيم تعوذ من ابليس ابو ابراهيم تعوذ من بلي توش علي صح ها توش علي خلاص استري حرق عليك الفيلم حمال حرق عليك اجل تقول لا فطور ولا غدا شو اسوي وست بيم وس صدرك انا وياس من على عسل صحيح صح كل يوم نروح الصبح نفطر ونجي يوم جيت تعفس نعفاز صحيح استري ما ترتاح يعني استري خلاص خلاص قل له انك مسامحه يا ابو ابراهيم قل له مسامحك بس هتعيدها مره ثانيه خلاص انت يا ابو ابراهيم انا مليت خلاص استريح يا ابو احمد استريح اسفين الحين شايفك تقول له تعال الرجال قاعد يسولف وياي تقول مالي دخل ترى مو باول مره بعد يعلمني انا شيء دائما انت من تسوي خطط يفشلها حماد شيف جيز مريض وتكون سامحة بعد صح؟ لا تسامحة تدري يا ابو ابراهيم لو كنت انت ما زلت زعلان يمكن انا راضيك بهدية قيمة والله ايوة بس حمادي خرب عليك كل شيء هاي القهوة